كيف حال المخيم؟ مين بالفيديو؟ المخيم مش بخير. يعني طلعه محلات تجارية قاعدين بهدموها. طبعا شو ذنب هاي المحلات مش عارفين. طبعا ليه بهدموا؟ لأنه إحنا بنعملهم خسائر. نعملهم خسائر فهم بنكهروا. فإحنا الحمد لله إحنا مفتخرين بهذا النصير. طب كيف معنويات الناس بالمخيم أحمد؟ يعني بعد هالخراب للبيوت للشوارع لكل إشي. المعنويات تبعتهم لوز زي ما كان اسماعيل تبعنا. هذا البلوك ستوك، انت قاعد تتفشش ببلوك، شو بدك بيه يعني؟ راح نضلنا كاهرينهم ان شاء الله. واللي بفوت بموت. طيب احمد، شباب الكتيبه في المخيم شو بيمثلوا بالنسبه للاطفال؟ بيمثلوا لنا انهم قدوه. احنا عندنا هذا هو البطل، هم عندهم مثلا باتمان سبايدر مان مش داري شو. احنا عندنا هذول الابطال المقاومين. استشهد عنا اخوي الله يرحمه غيث شحادة. كان كل ما احزن اشكي له هم يصير كله شو عندي، وكل ما ابكى مش محتاج مصاري كل تاخذ تعال معي وتعطش، يعني حنون علي كان غيث. ان شاء الله ملتقى انا وياه بالجنة ان شاء الله. احنا بيننا الحمد لله يعني رممناه وعادي رجع زي ما هو. أمي بدهم يهدوا رمنا برزقنا عادي، يعني مش فركاني معانا. الناس يعني بتقول في مقاومة، احنا ان شاء الله راح بقولوا ان شاء الله المقاوم راح يظل، ويصير يقولوا المقاومة انتوا تاج عروسنا واحنا من حي المقاومة. احمد، انت اخوك استشهد وبيتكم كمان تعرض للتدمير والوضع لسه قائم بالمخيم، هل ممكن تفكروا بيوم انكم تتركوا المخيم وتطلعوا؟ لا، ولا منفكر بيوم ولا بيوم ولا دقيقة انه نفكر نطلع برا المخيم ولا مرة. راح نظلنا على أرض المخيم حتى الموت إن شاء الله تعالى.